من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد. أهلا بك معنا ليالي. مع دخول الشهر الرابع على التوالي ومنع إسرائيل والاحتلال للمصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، ضعينا في الصورة من لديك. نعم أريج، يعني بالفعل كنا دائما ننقل الصورة من المنطقة ما بين حي واد الجوز ومقبرة اليوسفية القريبة من باب الأسباط، الآن نحن ننقل من المنطقة الأقرب إلى باب الأسباط. قبل قليل قامت الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المتواجدة هنا بإبعادنا حتى نحن إلى أبعد النقاط، أبعد المصلين. كان هناك عدد من المصلين ينون أن يقيموا الصلاة على الأسفلت هنا عند أقرب النقاط، تم إبعادهم، الاعتداء على كل من تواجد في المكان، يعني وحتى تفتيش الشبان قبل قليل. وكل هذه القيود التي تفرض هي منذ قرابة أو سنصل إلى الشهر الرابع وما زالت هذه الإجراءات متواصلة. تعزيزات شرطية كبيرة، متاريس حديدية تفرض عند كل البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. يصلي من يمنع على الأسفلت عند النقاط التي يمكن لهم أن يصلوا فيها لأنهم منعوا الآن من ذلك. وأيضا نشاهد هذا التواجد الشرطي وهذا الحاجز الذي من بعده حاجز آخر وحاجز آخر للوصول إلى الباب. هنا نشاهد أيضا عرقلة إدخال المصلين ونمنع من التحرك من هذه النقطة، منعونا من الاقتراب قبل قليل، كنا في نقطة أقرب نستطيع أن نرى هذا المشهد من منطقة أقرب ولكن أبعدنا. وبالتالي الآن نشاهد عبر الشاشة عبر كاميرا المملكة هذا المنع للمصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. أيضا هناك من ينتظرون وما زالوا يريدون أن يصلوا إلى باحات المسجد الأقصى. هنا عند باب الأسباط هذه العرقلة، عند باب العمود المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك كذلك، وعند باب الساهرة هذه أبواب القدس القديمة التي يفرض عليها قيود عسكرية بشكل متواصل. أيضا نتحدث عن نقطة أخرى من نقطة رأس العمود التي تطل على قبة الصخرة ويحاول المصلين أداء الصلوات عندها، أيضا يتم منعهم. هذه القيود تجعل المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ، وأيضا في ظل الإجراءات التي من خلالها يحاول القوات الإسرائيلية الضغط على المصلين لعدم الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بهذه الإجراءات والعراقيل. أيضا نتحدث فعليا عن هذه الإجراءات التي كانت بإعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بفرض هذه القيود على المسجد الأقصى المبارك. فعليا نتحدث أيضا عن عشرات الاعتقالات التي نفذت منذ بداية هذه الحرب أو حتى المئات. وهنا نشاهد إن استطعنا أن ننقلها القوات الشرطية التي أبعدت الجميع من حيث كان يتواجد واعتدت على المصلين الذين أرادوا أن يصلوا في هذه النقطة حيث يقفون، وبالتالي حتى الصلاة عند أقرب النقاط إلى المسجد الأقصى المبارك بات ممنوعا. كل ذلك يأتي في ظل القمع المتواصل، في ظل ملاحقة المصلين في زقاق الأحياء وفي المناطق والشوارع القريبة من مدينة القدس. يعني نرى حتى كبار السن قبل أن يتم إدخالهم يعرقلون. هذه المرابطة التي نشاهدها هنا مبعدة عن المسجد الأقصى المبارك لشهر رمضان، حتى شهر رمضان هي مبعدة، الآن تحاول أن تصل إلى المسجد الأقصى المبارك وهي مرابطة معروفة الحاجة نفيسة خويس، الآن تمنع. ويعني على ما يبدو أن المجندة هنا تمنعها حتى من الاقتراب. وبالتالي هذه القيود، عشرات الإبعادات بحق المرابطين، عشرات الاعتقالات نفذت منذ بداية هذه الحرب، وأيضا هذه الاعتداءات المتواصلة التي حتى من خلالها نمنع نحن من الاقتراب لتوثيق المشهد. وهي كما تشاهدين يعني تصر على حتى إبعادها عن حيث تتواجد هنا، هي تحاول على الأقل أن تصل إلى طريق المجاهدين، هذه الطريق التي تقف بها بالعادة هي وكل المرابطين الذين يصلون عند أعلى نقطة في باب الأسباط بهدف يعني الصلاة عند أقرب النقاط
السباقات، ولكن حتى ذلك بات ممنوعا في مدينة القدس، وكل ذلك ضمن قيود فقط بهدف عرقلة المصلين. نحن نتحدث عن عشرات الحافلات التي كانت تسير من الداخل الفلسطيني في أيام الجمعة، الآن تمنع وتعاد هذه الحافلات، وحتى في نطاق أيضا الضفة الغربية يعني نشاهد الآن تعتدي عليها وهي تبعدها عن هذه المنطقة، وحتى الضفة الغربية يعني حملت التصاريح باتوا يمنعون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا يفسر سبب الأعداد القليلة، بضع آلاف فقط يتمكنون من الصلاة في المسجد الأقصى. تحاول هي أن تصلي هنا عند هذه النقطة أيضا تبعدها وتمنعها من ذلك، وكل ذلك بهدف عرقلة الصلاة، والشبان يعني يمنعون أيضا من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، ومن هم دون سن 55 عاما يمنعون من ذلك. يعني نوثق نحن هذا المشهد، وهو واحد من مئات المشاهد التي تتكرر بشكل يومي هنا في يوم الجمعة، يعني حتى تبعد عن المسجد الأقصى المبارك مسافة كبيرة، ونحن نشاهد من هنا أيضا قبة الصخرة التي تطل على هذا المشهد من حيث نتواجد، ولكن حتى فيما يتعلق ب يعني أن يقف الفلسطيني ويصلي عند مشهد يطل على قبة الصخرة، هذا أيضا ممنوع حتى ولو على بعد أمتار. يعني ما زلنا نراقب أريج هذا المشهد، وأبعدتها حتى عن كل الحواجز القريبة، ومع ذلك تريد أن تمنعها من الصلاة في كل النقاط. إذن هذه المشاهد التي يعني ننقلها تحدث في كل جمعة، تتكرر في كل جمعة، وفعليا هذه القيود باتت كبيرة صعبة جدا على مدينة القدس. طيب، وعلى الفلسطينيين في مدينة القدس. إن وصلت إلينا أريد أن ننقل من خلالها على الأقل أكيد. رسالة أريج يعني إلى أن تصل إليك، ولكن نريد أن نفهم بالتالي يعني جغرافيا، ونحن يعني أريد أن أبقى قليلا مع الصورة، يعني شكل الحاجز من حولك إلى أين يمتد تحديدا؟ يعني لو كان بالإمكان أن نرى من خلال الكاميرا، ما هي أبعد نقطة لديك من الممكن فعلا أن يستطيع من خلالها الفلسطينيين أو الفلسطيني بشكل عام، من يريد أن يذهب ويدخل إلى المسجد ليصلي، أين يمكن أن يصلي؟ نعم، أبعد نقطة بالاتجاه الآخر حسب مزاج الشرطي أريج. يعني اليوم لا يريدون أن نعم يعني اليوم لا يسمحون لأي أحد بالصلاة ولا حتى في أي نقطة كما شاهدنا الآن، ومنع كل الشبان الذين منعوا من الدخول للمسجد الأقصى المبارك أن يقفوا ويصلوا، وبالتالي هذا يعتمد على ما يريد الشرطي المتواجد. هذا الحاجز يبعد مسافة بضعة أمتار عن المسجد الأقصى المبارك، لكن لنصل إلى المسجد الأقصى يجب أن نسير في كل هذا المسار، ومن ثم ندخل عبر باب الأسباط، ومن ثم إلى المسجد الأقصى المبارك عبر الباب الداخلي عند ساحة الغزالي. لكن كل ذلك بات معقدا جدا منذ بدء هذه الحرب. يعني تصلي الآن المرابطة عند النقطة التي تقف بها الآن، وشاهدنا هذه المعركة التي خاضتها فقط لتؤدي صلاة الجمعة، وبالتالي هذه الإجراءات لا تتوقف وتقيد المواطن الفلسطيني هنا في مدينة القدس، وكل ذلك يعني يحدث لأن الشرطة الإسرائيلية تريد ذلك. وعلى ما يبدو يعني حتى هذا يعني أريد أن هذه المجندة ستمنعها من الصلاة، تتجه إليها الآن أريج، وعلى ما يبدو أنها ستقطع هذه الصلاة وستعتدي عليها وتبعدها بالقوة. هذا المشهد يتكرر بشكل متواصل، يعني لا يحتربون لا أديان ولا صلوات، ولا كما تشاهدين تقطع صلاة هذه المسنة، وكذلك تطلب منها أن تبتعد، وإن لم تنفذ ذلك سيعتدى عليها كما في كل مرة
نشاهد هذه المشاهد. إذن نتحدث فعليا عن يعني كانت صدفة أن تمر هذه المرابطة من أمامنا لننقل مشهد عن قرب، لنوثق مشهد عن قرب فعليا. يعني هذا المشهد يلخص معاناة كل فلسطيني في مدينة القدس، كل مقدسي وكل من يحاول أن يصل، وحتى الصلاة عند نقطة بعد تقطع وتمنع، وبلا أي سبب، فقط لأن هناك تحديد أعمار، فقط لأن هناك حرب على قطاع غزة وحرب صامتة تشن على مدينة القدس. والآن يعني حتى الشبان يتم إبعادهم من هذه النقاط. أين كان من المفترض أن تعود هذه السيدة؟ يتجه الجنود لإبعاد. إلى أين كان من المفترض أن تعود؟ ولا لأي مكان، أن تذهب فقط، أن تذهب. ممنوع أن تصلي عند أقرب النقاط. يعني شاهدي هذا، جنود قوات خاصة وكل ذلك لمسنة مرابطة مبعدة تحاول، وأنا أعرفها تماما، يعني تحاول على بشكل يومي أن تصل إلى المسجد الأقصى المبارك، يعتدون عليها بشكل يومي. وأنا يعني كنت أريد فقط أن إن وصلت إلينا أن ننقل رسالتها، لأنها يعني تعرف كيف تعبر تماما عن حرمانها من المسجد الأقصى، ولكن هي الآن باتت محتجزة لديهم فقط لأنها أرادت أن تؤدي الصلاة. لا أدري إن كانوا يتجهون لإبعادنا نحن أيضا من حيث نتواجد. لا، ما بيقولنا انه نعم. ماذا يقول ليالي؟ لا، ما مفريعين لعودات المشترى، اين بعيتونאי كل انتم لا مفريعين لعودات المشترى، انتم تيو بسدر تعمدوا شام تعالوا لمالا بس نحن. اخبريهم ليالي، يعني هو يقول لنا اريج ابتعدوا الى نقاط ابعد وابعد. نعم، أنا أقول له أننا يعني طواقم صحفية وننقل المشهد كما تشاهدين. لا يتجاوبون حتى مع ما نقول، وهذه المرة الثانية التي يبعدون عن حيث نتواجد. أحمد ركز على، يعني في المنطقة التي كنت متواجدة بها قبل قليل يا ليالي، هم من أبعدوكم إليها؟ لا، ما والآن يبعدوكم إلى منطقة أبعد. قديمة. نعم، يعني فقط هو يريد ذلك. איפה שאתמרו ראו, אתה רואה את האחרון? כן. שמה. בסדר? ולא להתקדם. אנחנו עד בישראל. את עושה מה שאני אומר לך. נעם, אקול להו, אריש, ננה אלען על אלבת אלמובשר, חלס וואף. ما ترد، خلص وقف. نعم، أقول له الآن نحن على البث المباشر، يقول لي أنت في مدينة إسرائيل، نحن نقرر. وبالتالي خلص وقف. وبالتالي يعني فقط أراد أن يبعدنا، كل هذا نوثقه. يعني أقول نعم. نعم، إذن طيب ليالي، نعم إذن أريد يعني فقط أن نعم أقول إذن يقول كلمة للمتواجدين هنا أن يعودوا إلى الخلف مرة أخرى. طيب، في المرة الأولى، نعم، التي تم إبعادكم فيها، تم إبعادكم، نعم، إلى النقطة التي كنت واقفة بها قبل قليل، وقلت لنا بأنه يعني جنود الاحتلال هم من طلبوا منكم أن تقفوا في هذه النقطة، ولكن حال تصوير الحاجة المرابطة قاموا بتغيير، نعم، هذه النقطة. فبالتالي إلى أي مدى يعني سيتم وسيبقى وتبقى حالة إبعاد كل هذه المشاهد عن الإعلام مهما حاولوا؟ نعم، يعني هذه المرة الثانية التي يبعدون، ليس فقط بسبب المرابطة أريج، هي جزء من هذا المشهد، لكن هم لا يريدون أن ينقل أي مشهد من محيط المسجد الأقصى المبارك. في حي واد الجوز معارك تخاض في كل جمعة، واليوم هنا عند باب الأصباط، وهذه أقرب النقاط التي يمكن الوصول إليها عند باب الأصباط، أيضا شاهدنا هذه المعركة الصغيرة مقارنة بما يحدث بشكل يومي في أيام بشكل أسبوعي في أيام الجمعة. وبالتالي هم لا يريدون أن ينقل أي مشهد، يعرقلون كل الطواقم الصحفية التي توثق، يعرقلون حتى من يصلون عند أقرب النقاط. وعندما سألته لماذا يعني نحن في بث مباشر، يقول لي أنت في مدينة إسرائيل ونحن يعني أحرار بذلك. وبالتالي يعني هذا الذي يجري هو جزء من معاناة مستمرة ما قبل الحرب، ولكن أيضا تضاعفت منذ بدء هذه الحرب. عشرات من
المصلين، أريد فقط أن أصل إليها ونحن نتحدث. خالته؟ نعم، يعني الحاجة نفيس خويس هي مرابطة معروفة أريج هنا في مدينة القدس، وهي من المبعدين بشكل متواصل، وحتى رمضان المقبل هي مبعدة. يعني شاهدنا خالتي ما حدث لك قبل قليل، تعالي منعوك من الصلاة، انقلي لنا رسالة، يعني أنت بدك توصل إلى المسجد الأقصى تصلي في المسجد الأقصى المبارك، ولكن ممنوعة حتى من أنك تصلي من أبعد النقاط. أنا جاي أصلي على، مش على الابواب، مو بعد عند الاقصى، وعلى ابواب الاقصى وعلى شارع الاقصى، جاي اصلي على الشارع، يعني محل ما اي محل مسموح لي اجي اصلي فيه، وانت شفتي في عينك شو عملوا فيي. بس هذا من حقنا الاقصى، هاي قبلتنا، هذا مصر الرسول، من حقنا نصلي. طلع الشباب، ولا حدا فوتوا على الاقصى، طروني وهددوني. هلا هددوني، شو حكوا لك؟ هلا هددوني في حياتي، هلا هددوني، اجاني الضابط شفتي وهددني، والله بس لن أكل ولن أمل على البواب، وراح أصلي بإذن الله. هذا أقصانا، هذه قبلتنا، ولا الاحتلال ولا حدا بالدنيا مسك لي أصلي على هذا، أصلي بالشارع حال. وأنا بدي أحكي للعالم كله، شدوا الرحال إلى الأقصى المبارك، لا تتركوا الاحتلال الأقصى للاحتلال الظالم ودنس الاحتلال. شكرا لك خالته، والحمد لله على سلامتك كمان. يعني اعتدوا عليها كما شاهدنا، وهي تتحدث عن شبان ايضا احمد، وهي تتحدث ايضا عن الشبان الذين جاءوا اريج لاداء الصلاه، وايضا تم ابعادهم الى هذه النقطه حتى حرموا من ان يصلوا على الاسفلت، وان حاولوا ان يصلوا يعني يحدث لهم ما حدث للحاجه نفيسه خويس. اذا الرساله من هنا تنقل ربما أقوى، وهي يعني قد نقلناها وهم يوثقون كل هذه الاعتداءات، أو نوثق هذه الاعتداءات على الهواء مباشرة. وإذا هذه العراقيل عند كل بوابات المسجد الأقصى المبارك، وكل فلسطيني يخوض هذه المعركة لأداء صلاة الجمعة، إن لم يكن في المسجد الأقصى المبارك فعند أقرب النقاط. نعم. إلى المسجد الأقصى، وبتنا نحن حتى يعني كطواقم صحفية نحاول أن نحصل على هذه المشاهد ونوثقها رغم كل هذه المحاولات لعرقلة عملنا. شكرا لك ليالي عيد، مراسلة المملكة من القدس.